يا هلا ومرحبا بكل مشاهدي برنامج NMC الصحة تتكلم. معكم أنا وئام نوسي، رح يكون معي بهالبرنامج أطباء بالمستشفى NMC رويال بمدينة خليفة. هلا دكاترة، شو أخباركم؟ أهلا وسهلا، نورتوني اليوم. رح نبتدي وأسألك دكتور على شو هي الأسباب اللي بتخلي كثير ناس يزيد وزنهم في رمضان؟ هو بالحقيقة معظم الناس في رمضان الوزن بيفضل ثابت عندهم، ما بتغير الوزن سواء بارتفاع أو نقصان، لكن في نسبة معينة بسيطة من الناس ممكن يصير في عندها زيادة في الوزن. سبب الزيادة هذه ترجع عادة لبعض العادات الخاطئة خلال فترة أو بعد الصيام، فترة الإفطار. طبعاً الإفراط بتناول بعض الأغذية خلال فترة الإفطار، عادة الأغذية اللي بتكون مليئة بالكربوهيدرات أو السكريات، خاصة السكريات اللي السيمبل شوجر أو مش معقدة، هذه بتزيد الوزن، زي طبعا السكر الصافي، السكر اللي يوضع بالشاي بالقهوة بهذه الأمور. صح. والحلويات طبعا الاكثار منها، خاصة في رمضان معروف عن الناس انه في عادات انه تاخذ الحلويات هذه بكثرة اكثر من الأشهر الأخرى. والأمر الآخر زي ما حكيت الرياضة، ممكن بعض الناس يصير في تكسل انها تعمل الرياضة بشكل مستمر في رمضان زي ما كانت في الأشهر السابقة. صح، بحجة انه صايمين. في عندنا تساؤل بيصير عندنا كثير في شهر رمضان، واللي هو مشكلة الإمساك. شو ممكن نعملها او شو الحل او شو السبب بالضبط؟ هناك عدة اسباب للإمساك، من اهم هذه الاسباب هو عدم تناول كمية كافية من الألياف الموجودة بالخضار والفواكه، وعدم ممارسة الرياضة في شهر رمضان، وهذه تؤدي إلى حدوث الإمساك، بالإضافة إلى عدم تناول كميات كافية من الماء أثناء هذا الشهر. فينصح في شهر رمضان بتناول كمية كافية من المياه وكمية كافية من الخضار والفواكه والحبوب، كما ينصح بممارسة الرياضة كرياضة المشي نصف ساعة إلى ساعة يومياً 5 أيام بالأسبوع. شكراً لك دكتور.